أنا أشدكم بالإنس بالإنسانية، كل واحد شريف وكل واحد نزيه وكل واحد عنده غيرة على العراق يباوع عليه. نسب السيد وزير الدفاع المحترم بتجهيز لجنة على الفور تخرج إلى منطقة سكناهم لغرض متابعة أمورهم تعليقاتهم وتمشية الجميع أمورهم فيما يخص العلاج والسفر والحقوق. اللجنة حاليا مكلفة من مديرية الأمور الطبية المتمثلة بلجنة السفر زائدا لجنة العلاج والجرحى والخدمات الشخصية وأمانة سر الجرحى زائدا فرقة داعش ممثل عندهم موجود عنهم زائدا إعلام الوزارة. احنا إن شاء الله جادين بهذا الموضوع وراح يتحرك الفريق فورا إلى منطقة سكنهم من أجل البحث عن حلول لهم. إعلام وزارة الدفاع اليوم متواجد في بيت الشهيد والجرحى اللي ناجدوا معالي وأمر بتشكيل لجنة ومتابعة أحوال الجرحى. احنا وياكم راح نوثق اللجنة دي موجودة ونستمع إلى مشاكل الأبطال من الجرحى اللي كانوا منتسبين في قيادة فرقة المشاة 11. خليكم ويانا وراح نشوف التفاصيل. نائب ضابط الجريح علي قاسم جواد طلب صناعي ذكي تخصيص قطعة أرض، طلب مقابلة السيد الوزير تخصيص قطعة الأرض، وطلب الجريح الثاني محمد قاسم جواد علاج خارج العراق، وحسب ادعائه يقول حالينا على التقاعد. احنا راح نشوف القضية مالتك وترفع امام انظار السيد الوزير، وايضا طلب ترقية الى رتبة ممتازة، وطلب سلفة وطلب علاج خارج العراق. طلب الجريح الثالث البطل خالد قاسم جواد يقول أنا عندي عدة إصابات وتم دمجها بإصابة واحدة، أيضا طلب مقابلة السيد الوزير وطلب رتبة إلى ترقية إلى رتبة ممتازة وعلاجه خارج العراق. مكتوبة السلفة. طلب الجريح البطل أحمد قاسم جواد تاريخ الإصابة يقول أيضا عنده إصابات عنده، وأيضا طلب ترقية إلى رتبة ممتازة وقطعة أرض سكنية وسلفة من مصرف الرافدين. وأيضا طلب الجريح هاشم قاسم جواد أيضا مقابلة السيد الوزير وطلب إلى ترقية إلى رتبة ممتازة وإصابته بال2004، وأيضا يطلب المنحة المليونين الكرامية. طلب الأخ الجريح علاء قاسم جواد أيضا طلب إلى ترقيته إلى رتبة أعلى وسلفة وتخصيص قطعة أرض سكنية. هاي الطلبات إن شاء الله راح نرفعها أمام ضال السيد الوزير، وإن شاء الله الجرحى الأبطال يدللون. سيادة العميد، يعني بعض الجرحى مراجعيكم لمديرة الخدمات الشخصية ومستلمين مكتب القائد العام. كرمنا مبلغ عريفة محمد. كرمنا مبلغ مليونين دينار مكتب القائد العام القوات المسلحة، كون إصابته حدثت بعد 2013. باقي الجرحى هم قدموا يعني ما شاء الله أروع أمثلة بالتضحية والبطولات. مبلغ المكافئ اللي إصابة مالته تحت الدرجة الثانية نسبة 55 فما دون يستحق المكافأة، ونعطيه نروج معلومات مديرية الخدمة الشخصية بعد تقديم المستمسكات مالته الثبوتية، القرارات الطبية والقرارات التحقيقية وباقي المستمسكات نرفعها إلى حسابات ودرج الموازنة ونعطيه المكافأة مالته. فيما يخص العلاج خارج القطر، تعرف الاعداد هواي مال الجرحى موجودين، فاكو اولويه للاصابات اللي موجوده حاليا داخله بالمستشفى، الاصابات القويه، الحالات اللي يعني نقول مثل البارده تجي تباعا. بس بالنسبه للجماعه الخمسه ذولا طلباتهم راح نرفعها للمراجع ونحاول نستحصل موافقه السيد الوزير على سفرهم خارج القطر للعلاج. فيما يخص احد الجرحى اللي يحتاج الى كرسي متحرك، يحتاج الى طائره، هذه من مديريه الامور الطبيه سهله الامور، نصرف لهم كرسي متحرك او عكازات او هالامور هذه. بالنسبه للطرف الذكي لا، هذا لازم خارج القطر. نعم. الاخوان الجرحى هم كلهم متطوعين في فرقه داعش، وانجرحوا في فرقه داعش،
ولكن لازيد معلومه بين اكثر من اكو بيهم من النقل صار له 9 سنوات، واكو بيهم من 8 سنوات، واكو بيهم من 7 سنوات، اخر واحد النقل من عندنا هو قبل 3 سنوات. احنا للحقوق مالتهم يسمعوني بالنسبة لهم نقلوا إلى مراكز تأهيل الجرحى في كل المكانات، هي واللي بالتاجي وبالرستمية. وزارة الدفاع وحسب توجيهات معالي وزير الدفاع واللجنة اليوم موجودة، وثقنا هذه المشاهد، أصواتهم وصلت الأبطال، ومن حقهم ومن حق المؤسسة العسكرية نتعالجهم، وإحنا كمؤسسة عسكرية كوزارة الدفاع نفتخر بوجود هذه الأبطال. هم من صنعوا الانتصار، هم من حرروا الأرض، هذه إصاباتهم أوسمة شرف على صدورنا وصدورهم، وإن شاء الله أصواتهم وصلت، ومعالي وزير الدفاع أكيد متابع بشكل شخصي لهذا الموضوع، وهناك طرق قانونية ستتخذ بعد هذا اللقاء إن شاء الله، وخلال أيام سينصف هذا الجرح الأبطال. عندكم شيء بعد تحبون ذكروه؟ أنا أشكر معالي سيدي وزير الدفاع على لجنة لجتنا وزارتنا وفرحتنا، بس أطلب من عنده كل من اللجنة على راسي ومن أجون، وفرحت أنا من بجيتي فرحت على العراق، من طبلي من عندي لابس بدلتي. هذا واجب، أنا هذا ارتاحت لأن ما حد زارني، يوعدوني ما حد يزورني، بس من أجون أنا فرحت، بس أناشد بس أشوف أنا أرتاح أقابله معالي سيدي وزير. صوتك وصل إن شاء الله، يا بطل شو عندك بعد؟ الله يحفظك. أنا استاذ بغيت عندي ملاحظة واحدة على مود التعيين مالي بنا قبل سنتين، وبابان تد السر مال الشهداء، فقالوا لي 7 أيام وصار المدة سنتين وما وفوا لي. مشاهدينا، هذا يعني كل ما جرى وصار داخل هذا البيت. إعلام وزارة الدفاع وثق هذه الزيارة للجنة اللي تكلفت بأمر معالي وزير الدفاع، وإن شاء الله الزيارة الثانية راح يكون الحال مختلف تماما، واحنا راح نوصل صوت كل جريح وكل مظلوم. هذا واجب إعلام وزارة الدفاع. تقبلوا تحياتي، سلام عليكم.